السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الظروف وفي تمام الصحه والعافيه نتوما والاهل ديالكم ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، مرحبا بكم، مرحبا بزوار جداد، مرحبا بالتعاليق ديالكم، شكرا لكم بزاف للناس اللي مدعميني وحاطين لي تعاليق زوينه كتفرح وكتخليني نزيد نحط وصفات اخرى. المهم اليوم فيديو جديد ان شاء الله، كنتمنى تنال استحسانكم وتفرجوا فيه حتى النهايه. بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا في الصور، الدنجال لعشاق الدنجال وصفه صراحه ماشي انا اللي صايبتها، راجلي لاني معاكم غنتعلمها حتى انا. اول مره غادي نشوف هذه الوصفه، ما عمري ما درتها، راجلي اللي دارها. قال لك وصفه اسبانيه، كان كياكلها مش حال هذه، قال لك في شي غيستو. المهم عارف هو الطريقه، قال لك اليوم غادي ندير لك واحد الوصفه زوينه مع انا كنحماق على الدنجال. وغنشوفوا هذه الوصفه هذه، غنشوفوها جميع. صراحه ما قدرتش نحط لكم يعني التعليق ديالي على هذه الوصفه هذه الا ما دقتهاش، لهذا هذا المونتاج اللي كندير لكم وهذا الصوت راه من ورا النهار اللي فطرنا بهذه الوصفه هذه بهذا الدنجال. عاد نقدر نقول لكم رايي بصراحه بلا كذوب، صراحه رائعه بالنسبه للناس اللي تيعجبهم الدنجال، رائعه. غير هو كثروا الفرماج، الفرماج جا فيها لذيذ، جا بنين، هي جات بنينه ولكن الفرماج عطاها واحد لوكو اخر زوين، وصراحه زوينه زوينه تستحق التجربه. وغنعاودوها ان شاء الله، غنعاودوها غير شي ايامات وغادي نعاودوها باذن الله. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل، نخليكم تكتشفوا طريقه التحضير وشاهدوا لا فيديو حتى النهايه. ومرحبا بكم وفرجه ممتعه، وكنتمنى ان الناس اللي غيزوروني لاول مره تعجبهم القناه ويعجبهم المحتوى وطبيعه الحال يشتركوا عندي في القناه. اذا فرجه ممتعه. المهم البنات بالنسبه لهاد الوصفه هذه كيف ما كتشوفوا الدنجال، ها هما الدنجال راه قدهم، يعني قد لهم القياس باش يجيو قد بعضياتهم. الصداع كنعتذر على هاد الصداع هذا. المهم انتم شوفوا الدنجال تيقسموا على جوج. بالنسبه للمقادير ما قلناهوش لكم، ولكن غادي تعرفوا معنا مرحله بمرحله. زيد انا نبط على الصوبه ديالي. من الطريقه راه واضحه كيف ما كتشوفوا، كتفلحوا بحال هكا، كل خصك تفلح بحال هكا. هانتوما شوفوا كيف فلحها كلها بحال هكا، انا يسالي ونوريها لكم. انا بحالي بحالكم اول مره غنشوف الطريقه، ما كتوصلش حتى لتحت. شوفوها غزاله صراحه، كتجي ها نتوما كيحلها بحال هكا، كتجي محلوله هكا، شفتوها؟ دابا عاد فهمت. كاينه وحده انا وصلتها حتى لتحت، ماشي مشكل. يلا حطهم هنايا. هذا بطبيعه الحال ما غاديش نضيعو، انا غادي نديرو في الفران. هذا نصايب به زعلوك، نديرو ملي ندخلو معاه النيت في الفران باش نشويه ونديرو في زعلوك. المهم كتاخدو اناء، اي اناء حنا غنديرو هنا في هذا المول ديال الزاج. تما شي حاجه كتدخلوها للفران غادي ديرو فيها. حيد لك هذا، المقادير راه ساهلين كيف ما كتشوفوا. كنحتاجوا الكفته، بودره الثوم، الخرقوم، الابزار، تحميره، شويه البصله، شويه المعدنوس، مركز الطماطم، شويه ديال الزعتر، والملح طبعا، ومطيشه. هنا شحال حكيتي ديال مطيشه هنا؟ مطيشه ونص، يعني مطيشه ونص. المهم الكميه اللي غتكفيكم صافي، على حسب نتوما شحال دايرين ديال الدنجال. المهم وحده كبيره، هنا هو كان كيقلب على وحده كبيره، ما لقاش كبيره دار وحده ونص. ديك النص اللي بقى نيت راني كنت ضفتو في الصوبه صافي. من بعد كيف نلحهم كاملين بحال هكا، هو كيدخل الملح بين دوك الفجوات. انا نعاون معكم. المهم حنا غادي ندخلوا الملح كلها، انت شوفوا نوريكم غير الطريقه، وغادي ندخلوها حنا نحيد هاد المولاده باش نوريكم.
هانتوما شوفوا كناخذوا الملحه ياك كتدخلها في هاد الفجوات هادو ياك هانت غندخلهم في هاد الفجوات هادو شتي غندخل غير شويه الملحه يعني حاول ما تكثروش الملحه غير شيشه تخفيف وصافي باش تجي باش يجي بنين المهم غنكملوا ونرجع لكم المهم البنات هانت من بعد ما درنا لهم الملحه كما كتشوفوا كلهم ها هما صافي دابا غندوزو للمرحله الاخرى الكوكوط عندي كتصفر المهم البصلة كفتة كمية حنا هنا دايرين تقريبا ما وصلش نص كيلو شي 400 غرام تقريبا هانتوما شوفوا المعدنوس والبصلة شوية ديال بودرة الثوم قرب لكم باش تشوفوا شوية الخرقوم راكم عارفين النصيب ديال راجلي ما تيكثرش العطريه كون انا كنت درت كثر من هذه الكميه هذه وتيدير غير شويه شويه هنا البزار تحميره حتى انا راه كنتعلم هذه الوصفه معاكم وهاد لا فيديو ما غنلوح حتى ندوق هاد الوصفه هادي باش نعطيكم رايي بكل صراحه ما غادي نكذب ما والو نعطيكم الراي ديالي الملحه زيت الزيتون صافي وغادي نخلطوا هاد العناصر كلها مزيان حتى تنسجم مع بعضها ونرجعوا لكم المهم البنات من بعد ما تخلطات الكفته مزيان كيف ما كتشوفوا العناصر انسجمت دابا غيبدا يعمر هانتوما شوفوا دوك الفجوات كيعمرهم بهاد الفجوات هادو كيف ما كتشوفوا هنا غيتعمروا كاملين بالكفته انا يعمر غير وحيده ونوريها لكم كنكملوا ونرجعوا لكم كيف ما كتشوفوا هنايا حنا راه كملناهم دابا غندوزو للمرحله الاخرى كيف ما كتشوفوا بالنسبه للمرحله الاخرى كناخذوا ديك مطيشه اللي قلت لكم حكيناها حيدنا لها الزريعه راه زولنا لها الزريعه وحكيناها معلقه كبيره ديال المطيشه المركزه يعني مطيشه ديال الحك غادي نضيفوا ليها شويه ديال سكنجبير حتى هي كنديروا لها التوابل ديالها شويه ديال التحميره شويه ديال الخرقوم شويه ديال الملح يعني كنعاودو نديرو نفس التوابل كنديرو شويه شويه كنديرو توابل ديك المطيشه باش كتجي بنينه شويه ديال الابزار بودرة الثوم شوية ديال زيت الزيتون
والزعتر واحد الكميه اللي على حسب نتوما شحال دايرين ديال الدنجال. يعني تقريبا هنا واحد نص معلقه صغيره صافي. كنخلطوا العناصر مزيان مع بعضها. من بعد ما خلطناهم غادي نضيفوا دابا نص كاس ديال الماء. نص كاس ديال العنبه، ديروا نتوما نص كاس ديال العنبه صافي. غنحاول نعاودو نخلطوها باش كتجينا هكا سائله. يعني من بعد ملي كطيب راه كتعقد في الفران صافي. غادي نخلطوها مزيان باش ندوزو باش نطبقوها في على الدنجال ديالنا. المهم كي كتشوفوا كنبداو نديرو ديك لاصوص ديالنا من فوق الدنجال باش ما يجيش ناشف. انا كنقول لكم داكشي اللي قال كيك باش ما يجيش ناشف. المهم لاصوص راكم عارفين كلكم توزعوا لاصوص. يعني باينه صراحه زبينه، باينه غتخرج بنينه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الدنجال. صافي غندخلها الفران بحال هكا، ما نضيف عليها حتى حاجه. دابا نغطيوها ضروري نغطيوها. يعني قال لك ضروري خصنا نغطيوها، نغطيوها ببابي كويسون عاد بابي الومنيوم اولا بشي حاجه ثقيله. الفران راه ديجا مسخنينو. بالنسبه اللي عنده فران ديال الضو غادي يديروا على درجه حراره 170 ياك، على 170 درجه مده نصف ساعه تيطيب. حنا عندنا غير فران ديال الغاز، غادي نديروه فران ديال الغاز كما عارفين، كنشعلوه من التحت وكنخليوه حتى كيطيب ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا المراحل ديالنا. غادي يبقى لنا غير الفرماج ياك، شويه الفرماج من الفوق. غادي نديروا شويه الفرماج من الفوق. المهم بقاو معنا، باقيين غادي نرجع لكم اللي غادي يطيب ان شاء الله. غندخلوه الفران يطيب، راه حنا مسخنينو وشاعلينو كيف ما قلت لكم غير من التحت غيطيب، ونهبطوه يتحمر وغنضيفوا له الفرماج من بعد. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الضوء 170 درجه نصف ساعه كيطيب. يلا بقاو معنا. المهم البنات كما كتشوفوا من بعد ما طاب، المهم هاد الفرماج راه كيبقى اختياري البنات، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. بالنسبه للاصوص اللي كتشوفوها طلقات لكم في المول ما تخافوش منها، لان ملي غتجيو تقدموا راه غتهزوها غتخليو لاصوص. ولا تقدروا نتوما كاع ما تضيفوش الماء، داك نص كاس ديال الماء ما تضيفوش حتى تاكدوا بلي خاصكم الماء. المهم راه طلقات الماء كيف ما كتشوفوا، لان غطيناها مطيشه كتعرفوها كتطلق الماء. المهم صافي راه حنا درنا الفرماج، غادي نرطوها يذوب عليها داك الفرماج وغنرجعوا باش تشوفوا الشكل النهائي. المهم البنات هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كيف ما كتشوفوا قدمتها على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه، ريحتها طالعه كتشهي والمذاق رائع. دابا البنات راه انا حنا صايبناها للفطور وراه ما وجداتش بكري، يعني حتى لورا المغرب راني دقتها بنينه. انا كنقول لكم راها طلعت بنينه وطلعت هائله. المذاق صراحه زوين، سورتو الفرماج. البنات الفرماج ديروه، ما عندكم ما ديروش، ديروه. انا قلت لكم اختياري، ولكن ديروه كيجي بنين معها. وعاد انا راه ندمت لي ما كثرتش الفرماج، كيجي رائع معها، وديك الكفته كتجيب ديك التتبيله خطيره. المهم الوصفه تستحق التجربه، وصراحه غادي نعاودوها ان شاء الله، ندوز غير شي ايامات وغادي نعاودوها باذن الله. المهم وصلنا لنهاية لا فيديو، كنتمنى الوصفة اليوم تنال استحسانكم وتجربوها وتعجبكم كيف ما عجبتني. إذا ما سخيناش بكم كيف العادة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.